الناظر إلى هذه الطيور من فصيلة الببغاء قد يراها طيوراً جميلة، ولكن ما لا يعرفه أن هذه الطيور والتي وصل عددها إلى أكثر من 50 طيراً قد تدربت على أيدي راشد الحداد كي تطير وترجع، وهو الأمر الذي ميز الحداد في المنطقة العربية. هذيلا هما نوعين من الطيور اللي هما المكسيكان باروت والكويكر. هذيلا تميزوا بأن بالكويت أني أنا الوحيد على مستوى الدول العربية اللي تمكنت من أني أطلعهم حق الطبيعة ويرجعون مرة ثانية بيوتهم ومن غير أي تدخل يعني بشري، أن أحد يمسكهم أو شيء، لوحدهم يرجعون حبا بالمكان. استغرقوا وياي 3 سنوات يعني شغل مستمر ومتواصل لغاية الحمد لله ما وصلت هالمرحلة. بالبداية كان طير واحد، بعدين صاروا 2، ووصلت لي 5، 10، 15، ولين وصلت لي 50. وأحس إن في لغة تفاهم بيني وبينهم، يعني سبحان الله أحس إن يفهموني، يعني لما أعطيهم أمر كأنهم يفهمون الأمر هذا شنو أبي منه أنا. بينوكيو اسم أطلقه راشد على طائر المكاو لتنشأ علاقة صداقة بينهما لافتة ولا تقدر بثمن. تعال يلا تعال يلا تعال 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 يلا بنوكيو يلا تعال حبيبي تعال تعال يلا شاطر شاطر بنوكيو شاطر يلا بوسه بوسه بوسه. هذا البلو اند جولد مكاو من فصيلة المكاو. طبعا هذا كان عندي من عمره 20 يوم زين، وكنت أعطيه الأكل بالنبالة اللي هو الهاند فيدينج بالنبالة، وطبعا عبارة عن أكل مثل السيريلاك يمزج ونعطيهم إياه على كميات قليلة، والحمد لله ربيته وكبر. وهذا عشان كذي ما يعظمي ولا له شغل بالعض، ويعني الحمد لله يعني صار من الأصدقاء مثل ما يقولون. نص يومي وياهم، أنا عشتي وياهم أستانس معاهم وأحس إن يفهمون، وأحس إن عندهم ردات فعل، عندهم غيرة، عندهم حب زايد. التعبير عن الحب بأكثر من طريقة، شوفينا مثلا إذا مثلا قبت عنا كم يوم تشوفينا زعلان، لما يشوفني يفرح يبين عليه بتصرفاته وبحركاته. هو عاشق للغة الطيور على أحجامها وأنواعها واختلاف أسعارها، حتى وصل الأمر إلى مرحلة المتعة والتفاهم مع الطيور. هذا طائر الكايك، هذا طبعا يعتبر من أغلى أنواع الطيور اللي بهالحجم يعني بالكويت، من أغلى أنواع الطيور. هذا طبعا الطير هذا يتميز بقمة بالذكاء. أكثر من 2000 طائر في مزرعة راشد التي تحولت إلى قلعة للطيور لترى جميع الأشكال والألوان وحتى النادرة منها. وإن كانت الطيور على أشكالها تقع، إلا أن راشد الحداد وقع في غرامها فعشق هذه المخلوقات الجميلة. ابتسام رمال، الراي.